مساء الخير. النهارده هنبتدي في حاجه جديده، يعني النهارده هنبتدي بقى نطلع الخطوط الرئيسيه. هنحط المحطه بتاعت الاكسجين بشكل مبدئي، يعني في عندي اللي هو ايفاكويتد انزليتد ايفابوريتور، هنحطه. هنحط الاكسجين هاي بريشر مانيفولد مؤقتا. هنطلع الخطوط اللي ماشيه من، يعني النهارده هيشتغل على الاكسجين، وبعد كده الحاجات التانيه هتبقى بنفس الكلام. ونطلع بالخطوط الرئيسيه بتاعتنا علشان نبتدي نغذي كل دور، ومن كل دور نبتدي نغذي كل اريا فالف سيرفيس يونت. ده اللي هنعمله النهارده. وعلشان هنهيئ نفسنا ان احنا بعد كده نعمل البايب سايزنج. يعني برضه هنطبق على الاكسجين اللي هو في البايب سايزنج، هو بيقسموها للبايب اللي فيها 4 بار، البايب اللي فيها 7 بار، البايب اللي فيها فاكيوم. فانا اديت المجموعه هنا، برضو هدي المجموعه ب، مجموعه الايه اللي هو الشيت ديت، طريقه الحساب. ففي طريقه الحساب ديت انا اوريدي عملت جداول، بحيث ان انت ما تحتاجش تروح تبص في الجدول، انت تحط انبوت داتا تطلع لك اوتبوت داتا في الاكسل، بس انت بتحط له وهو يدور في الجدول على القيمه المناظره. يعني انت بتدخل له من عمود وصف، تدخل له من عمود على بعد البايب، بتدخل له من صف على القطر علشان يطلع لك، او بتدخل له بالبريشر دروب عشان يطلع لك القطر، او العكس، القطر ويطلع لك البريشر دروب، بعدين تشوف البريشر دروب دوت يعني مناسب ولا مش مناسب، وبعدين ترجع تعمل اتريشن تاني وهكذا. يعني فيها شغلانه للريفت. طبعا احنا عندنا غرفه الغازات الميديكال جازز بالنسبه للمجموعه A، بالنسبه للميديكال جازز هي الغرفه دي، بالنسبه للمجموعه B في عنده غرفه تانيه. ده بالنسبه للA للجاز مانيفولد، او حتى لو سواء كان الجاز مانيفولد ده بتاع هاي بريشر او ليكويد. فانت في عندك غاز مسال تحت ضغط اعلى، وفي عندك اللي هو الغاز المضغوط. دي اسطوانات ودي اسطوانات، الاسطوانات ديت غير الاسطوانات دي. فهنحط هنا المجموعه بتاعت الايه الجاز مانيفولد دي، هنطلعها من فين؟ احنا دايما ايه بنقول، احسن افتح الاول الفاميلي، افتح الفاميلي شوفها، عشان ما تحطش حاجه، يعني بيبقى في عندك البريفيو اللي موجود بيبقى صغير مش واضح فيه حاجات كتير. فنفتح الفاميلي نبص نطمن انها تمام، بعد كده ايه اروح ايه اعمل لها لوكيشن في الايه في البروجكت. فهنا هنقول له اوبن، ونروح رايحين للمكان اللي فيه الفاميليز بتاعتنا، والفاميليز هتبقى موجوده في الميكانيكال ايكويبمنت في الميديكال جاز. هنروح للجاز مانيفولد، فهتلاقي ان هنا تقريبا هي ديت لو فتحناها. ديت فيها ادي الاسطوانات بتاعت الغاز، فيها المانيفولد، فيها الباور سبلاي بتاعته، وفيها المخرج. طبعا الجاز مانيفولد دوت انت في عندك الكنترول بوكس بتاعه، يعني اغناك عن انك تعمل تفاصيل كتير، لان في عنده ريليف، وفي عنده نون ريتيرن فالف، وفي عنده حاجات كتير قوي. هو اغناك عن التفاصيل بتاعتها، وان كنا برضه لازم هنعرف هي موجود جوه البوكس دوت ايه. فسهل عليك الماموريه بحيث ان انت تستخدمه مباشره وتطلع. نيجي كده نبص على اللي هو الهوست بتاعه ايه. دوت فيس هوست. فيس هوست يعني ايه؟ زي ما احنا كنا عملنا المره اللي فاتت الميديكال جاز اللي هو البيد هيد يونت، فعملناه فيس هوست علشان اقدر احطه على ايه؟ على جدار. كويس، يعني هو ما قاليش دوت وول هوست، قال لي فيس هوست، يعني اقدر زي اقدر احطه في الموديل الميكانيكي، مش لازم احطه في الموديل المعماري. وهو متصنف ان هو ميكانيكال ايكويبمنت. تمام. كانسل. بالنسبه للبارامترز بتاعته، الفاميلي تايب بارامترز، مدي لك هنا مجموعه من البارامتر هنبتدي ندرسها، يعني لغايه دلوقتي هحطه مؤقتا.
احط مؤقتا كنسل. هنروح هنا اقول له ايه انتو يعني لود انتو بروجكت اند كلوز. هنروح نحطه في البروجكت. طبعا هو موجود في الايه في الدور الارضي زي ما قلنا. اوكي هنحطه كده في اللي هو الديفولت اليفيشن اللي هو قايل عليه. اجي بس كده ايه شويه احنا كده حطيناه. نتاكد من الوضع ما فيش مشكله ان احنا نتاكد فاخد سيكشن ونبص. جراوند بس بحنا. ده عندي الجراوند هو طبعا يعني ايه نزل تحت الارض. ارفعه نقول له موف او حتى بالاينمنت او من هنا لهنا كده رفعناه بقى ايه في مستوى مظبوط. نشوف عندي هنا ظبط الارتفاع تمام. من ضمن بقى الحاجات الانستنس الفولت بتاع التشغيل عدد الفازات الهيرتز طبعا يبقى طبعا 50 هيرتز هنبقى نظبطها. بعد كده اللوكيشن ممكن تقول له ده في الميديكال جاز روم ايمج كومنت مارك مش عارف ايه موجود في تمام. بالنسبه للتايب بارامترز بتاعته دوت اكسجين الكتريك ستاندردز اوكي. طبعا عدد الاسطوانات والحاجات دي هتتحسب لسه هتتحسب بس انا بطمن يعني بشوف ايه اللي موجود. اوكي يبقى كده احنا حطينا الجاز مانيفولد بتاع الاكسجين. لسه عدد الاسطوانات عددهم كام وبتاع لسه ما حسبناش كمية الأكسجين. بعد كده المفروض إن إحنا كمان بنحط الإيه الصهريج بتاع الأكسجين في مكان يبقى يعني ما فيهوش باركنج للسيارات مش في متناول الأيدي يعني ما فيش مرور عليه كتير. ودي حاجات كانت موجودة برضو في الإيه في المذكرة الطبية موجودة في المذكرة الطبية. فبرضه ديت هنحط هنا في عندي اللي هو الصهريج بتاع الاكسجين اللي بره. برضه افتح الاول ستورج تانك في عندي البالك ستورج تانك ديت واحد في هيت اكسشينجر في شوف واحد في كونكشنز ماشي هيبان على العموم. اوبن ده الصهريج بتاع الاكسجين المسال. برضو نبص كده عليه نعرف اللي هو ميكانيكال اكويبمنت. نبص على دوت برضو فيس هوستد اقدر احط طبعا على الارض اكيد يعني يبقى الارض بتاعي كانسل. نبص على الفاميلي تايب نشوف البارامترز اللي موجوده فيه. اوكي يعني it seems good يعني اوكي احطه في المشروع. ده طبعا موجود في السايت. طبعا هو طبعا ايه يعني اتشال انا دخلت على فيو مختلف. فانا رحت تاني للميكانيكال في السيستم وقلت له ميكانيكال كومبوننت الاقي اخر حاجه كانت معايا هي اللي هتظهر اللي هي الاو 2 بالك ستورج تانك. طبعا هو مش هيتحط على فيرتيكال فيس فطبعا هيتحط على
حاجة زي كده، نيجي هنا نحطه في الكورنر ده. طبعا الحدود بتاعت المبنى بتاعتي ديت ايه، اسوار، فده مكان مناسب احطه هنا. وطبعا الكلام ده هندرس المكان ده مع بعض، لسه ما اتكلمناش عنه، بس بحطه دلوقتي ايه مؤقتا. طبعا الاكسجين المثال دوت بيبقى درجه حرارته ماينس 163 درجه مئويه في حاله ليكويد، فلازم اسخنه واحوله لغاز عند درجه حراره الجو، فبالتالي لازم يبقى في عندي هيت اكسشينجر. فبالتالي محتاج ان احط هيت اكسشينجر، هروح هو بيسمى يعني امبيانت اير هيت اكسشينجر. برضه هروح انه نفتح الاول نشوفه. ده الهيت اكسشينجر اللي هتعامل معاه. اوبن. برضه نبص كده نشوف هو عباره عن ايه بالنسبه للهوست بتاعه. ملوش هوست اقدر احطه زي ما انا عايز يعني. وميكانيكال كومبوننت كانسل. ابص هنا كونسترينتس. نحتاج برضه ان احنا نبص على البارامتر ديت ونشوفها، يعني نشوف كل بارامتر منه دوت بيعبر عن ايه. كنسل. نيجي بقى نحطه في المشروع. هتحط طبعا هنا يعني نشوف بقى اي الوضع بتاعه هيبقى فين مؤقتا هنا. اوكي، مفيش مانع برضو ان انا اعمل سيكشن وابص اشوف الدنيا فيها ايه. ادي هيت اكسشينجر وادي التانك. طبعا اكيد التانك دوت محتاج ابعاده تتغير، يعني شفناه كده من ادي من السايت دي اي، هو تقريبا بيرفعه بيبقى حوالي 4 متر. ده محتاج يتضاعف، يعني محتاج يتضاعف قوي. اوكي. نروح تاني للسايت. هنا في عندي ده الاوت وده الان. طبعا اكيد محتاج ان احنا نخلي وضعه بهذا الشكل عشان يبقى ده اللي داخل وده اللي خارج منه. اوكي، نقول درو بايب. ده الاوتلت كونكشن. ماشي، نخلي دوت في الفاين. طيب طبعا عشان اشتغل لازم اشتغل بالايه، بالبايب بتاع الميديكال جاز. يعني هنا احنا كنا شغالين ميديكال جاز ولا ميديكال جاز 2؟ ميديكال جاز. اوكي، اوتلت. ماشي، ميديكال جاز. هيمشي برضه بال 22 مؤقتا. مؤقتا طبعا اللي هو المخرج جاي من الجنب، لو انا رسمته كده من الجنب هيبقى صح. لو طالع من فوق هيقول لي في عندي ايرور، لو طالع من تحت هيقول في عندي ايرور. تمام. بعد كده طبعا محتاج ان يبقى في عندي ترانش امشي فيه لغايه لما اوصل للميديكال جاز، يعني دوت هيبقى موجود تحت مستوى الارض. تحت يعني هي جاز لا يمكن يبقى معرض للجو كده، لا يمكن. فلازم هيتعمل له خندق، والخندق ده يمشي فيه ويتغطى وبتاع، وليه شغلانه يعني. طبعا الشغلانه دي شغلانه مدنيه، مش يعني هو المهندس المدني هو اللي بيعملها. هنمشي مثلا لغايه هنا وبعدين ننزل. هو دلوقتي ماشي على ارتفاع تقريبا متر فوق الارض. هنمشي على ارتفاع ماينس متر، يبقى ماينس 1000. هنزل هنا وهمشي. اكيد اكيد مش هيظهر معايا دلوقتي لان محتاج ان اغير في الفيو رينج.
ادخل لغاية لما اوصل جوه، وين اطلع تاني على ارتفاع مثلا 2 متر مثلا مؤقت. عايزين بقى نظبط الفيو رينج، فده لابد ان يبقى هنا في عندي تحت السايت ماينس 1000 او ماينس 1500، صح ماينس 1500، ماينس 1500. فكده ايه اتشاف ده اوتلت. طب نروح كده نبص عليه في الفاميلي، هنشوف اديت فاميلي، نبص المدخل فين والمخرج فين. تمام. طبعا هو يعني ده خط مش رايح للمانيفولد، انما في الاخر هياخد من المانيفولد ويغذي ده الخط المين. يعني المفروض عندي صهريج بتاع الاكسجين المشال دوت البرايمري سورس، وعندي المانيفولد هو السكندري سورس، اوكي، والاثنين بيدوا ايه لنفس المين لاين، بحيث لما الصهريج يحصل انه وصل للحد بتاع اللو ليفل، فبالتالي يروح مشغل الايه السكندري، علشان المفروض ان مورد الاكسجين المسال هو بيجي بيملاه كل فتره، بحيث دايما يبقى ايه ما يدخلنيش في المستوى بتاع اللو ليفل. اوكي نقفل دوت نو. طبعا هنا بيبقى في مخرج ريليف، في مخرج ريليف ليه؟ لان اوريدي بيحصل طبعا الاسطوانات دي بتبقى معزوله حراريا ومعزوله فاكيوم يعني، بس مهما كان في نسبه من الهيت ترانسفير بتدخل. فانتوا عارفين كل ما الغاز يسخن في مكان يعني في كلوز سيستم لازم ضغطه يرتفع، فبالتالي لازم كل شويه يعمل ريليف يعمل ريليف يعمل ريليف، سواء كان عنده في الليكويد سلندر او في الهاي بريشر سلندر. فلذلك هتلاقي دوت في عندك تو اوتلت، واحد للريليف وواحد في الخط الرئيسي. هطلع بس كده من الخط الرئيسي نبص عليه في احسن في السكشن. فلما نبص عليه في السكشن هلاقي ده الخط بتاع الريليف، وده الخط اللي خارج لي من مانيفولد. لابد في منطقه تبقى امنه، لان انت في الاخر انت بتخرج اكسجين، والاكسجين غاز بيساعد على الاشتعال. فينت فوق المستشفى. ايه؟ لا لا لا، ده معمول علشان يبقى بروتكشن للسيستم، لان زي ما قلنا طالما ان في هيت ترانسفير بيدخل للاسطوانات وهي اساسا تحت ضغط مرتفع، فهيزيد ضغطها. لو ما عملش الريليف ده هيوصل الى درجه الانفجار، فطبعا لا يمكن ان اسمح بحاجه زي كده. تمام، هنمشي لغايه لما نوصل. هو طبعا داخل غرفه الغازات ما فيش سقف سائط، ففي المعماري يبقى نشيل السقف السائط منه، غرفه الغازات ما فيهاش سقف سائط. فهننزل هنمشي كده تحت السقف ونمشي، هشوف كده انا شايف قد ايه دي اي، يعني هسيب مثلا 100 ولا حاجة، فديت هنا أخليها 100، أشيل الدايمنشن. أوكي، عندي القلب دوت هحوله لتي، لأن أنا محتاج آخد الخط اللي أنا جبته من الليكويد اللي هو الصهريج بتاع الأكسجين مسال، عشان ايه اشبك الاثنين ببعض. هنرجع تاني للجراوند. طبعا ده على مستوى 4200، اخلي ده برضو على مستوى من الجراوند 4200،
ما تنسوش الحاجتين دي، لازم تشوف انت بتقيس من فين، لان انت وانت كنت بترسم البايب كنت بترسمها وانت جاي من السايت، فخلى الاتريبيوت يعني ريفيرنج للسايت، فبعد كده انت شغال في الدور جراوند فلازم ايه تخليه ريفيرنج للدور جراوند. ده كده خلينا 4200. اسهل حاجه ان انا اعمل الاينمنت، الاينمنت ما بين الخط ده اللي طالع من مانيفولد والخط اللي داخل له، وهما الاثنين 4200، فبالتالي اقدر بقى ايه اخد البايب ده وادخله على التي. طب اعرف منين ان هما الاثنين اتصلوا ببعض؟ ما ممكن كده يبقى شكله هو متصل بس فعلا مش متصل. اجي اعمل سيليكشن لده واعمل هايلايتنج لده، هايلايتنج لسه عن سيليكشن، وبعدين ادوس ايه تاب وايه وانتر، فلاقي الاثنين اتصلوا ببعض. طيب في طريقه تانية هعمل برضو انفصال، بس اعمل انفصال واجي اختار التي ده عندي تي واقول له كونكت تو وايه والماسوره، فلاقي ان اوصلها بالماسوره. في اكتر من طريقه يعني. يبقى انا كده ايه عندي في خط رئيسي عايز بقى امشي بيه، فبالتالي لازم ادور على مكان مناسب للصاعد. وبعدين وانت ماشي حاول دايما تمشي في طرقات، دايما تمشي في طرقات، يعني اللي عايز يتتبع اللاين يبقى سهل علينا يتتبع اللاين. لاي سبب من الاسباب حصل فيه مشكله وهو عايز يشوف في حاجه خطا موجود، فمش معقول ان هبقى ماشي ادخل مثلا جوه اوضه امشي فوق السرير وبعد كده اطلع فوق الدولاب وبعد كده انادي على حد تاني عشان نروح نشوفها في الحته التانيه، وخلي بالك بعدين ما نتلخبطش لان في حيطه ما بيننا. فطبعا لازم يبقى دايما ماشي ايه في طرقات كده، في طرقات طرقات. اوكي. يعني انا بقترح ان احنا نطلع بالمكان ده. يعني نطلع مجموعه الغازات الصواعد تبقى موجوده في المكان ده. هنا بالنسبه للمستشفى ديت في فاصل تمدد. يعني هم الناس بتوع مدني كده يقول لك ان كل مساحه معينه ما تزيدش عنها لازم نعمل فاصل تمدد. ويقول لك ساعات في تمدد راسي وتمدد افقي وحاجات كده ما نعرفش فيها احنا يعني. بس المهم هنا في عندك ايه فاصل تمدد بين هنا في عندك مبنى وهنا في مبنى، يعني نفس المبنى بس امتداد ليه، فعامل فاصل تمدد هنا. وبعدين جه برضو عمل فاصل تمدد ما بين هنا وهنا، هتلاقي في عندك ايه دايما محورين جنب بعض بالظبط. اوكي. وطبعا اكيد في فاصل التمدد ده اكيد هيبقى فيه دروب بيم، يعني هو بقى يعني لو امكانيه ان هو بيبقى في حاجه اسمها دروب بيم مقلوب، ان هو ايه بدل ما يبقى ظاهر لي من تحت السقف يبقى ايه ظاهر لي فوق البلاطه. طبعا مش هينفع يعملوا فوق البلاطه وفي ممر، يبقى الناس لازم بقى ايه يعني يبقى صحتها كويسه وهي جوه المستشفى عشان تقدر تنط، يعني طبعا مش ممكن. فبرضه انت لازم وانت ماشي كده تفكر طب الشغل التاني هو فيه ايه؟ بتاع المدني دوت هصطدم معاه في ايه؟ هطلب منه ايه؟ ما نجيش كده ده يا نهار ابيض ده بص ده هنا في دروب بين ده احنا محتاجين نفتح فيه. طب يا ترى لما هفتح فيه هنا هيبقى فيه صياغ حديد؟ ففي الافضل من بدايه خالص اثناء التصميم الحاجات دي بتظهر، تعمل عليها كلاود، بيبقى فيه اجتماع ما بين اعضاء الفريق، الكهرباء والمعماري والانشائي والميكانيكي اختلاف تخصصاتهم، تبتدوا تطرحوا الحاجات اللي موجوده محتاجه ملاحظات تتحل ما بينكم علشان ايه الموضوع يمشي. فبالتالي لازم يبقى في دماغك انت هتكلم مين، وبعدين لازم تبقى يعني مدرك هو المشكله هتظهر فين من الاساس عشان انا هكلم مين اصلا، فلازم تبقى عارف التخصصات الثانيه مرتبطه بيك ازاي يعني. اوكي. فبالتالي ده مكان انا بقترحه، ممكن يعني اثناء شغلكم تلاقي في مكان ثاني انسب. ففي الاخر هو يعني مش بامر انا بديه لكم، في الاخر مشروع مشروعكم انتوا بتشوفوا هو الافضل نمشي ازاي.
هاخد بقى اكمل الماسوره بروبايب، انا ماشي اهو بالام جي عشان ما ننساش، لان انتوا عارفين مقاسات المواسير مختلفه. حاول امشي هنا كده، عندي 22 شغاله اهي. ايه ده بقى؟ هو ماله؟ مش المفروض مشيت ب مش باي ب 22؟ اه ديليت. ماشي، ده هعمل واحد زيه اهو، هنمشي من هنا اوتوماتيك كونكشن 4200 صح، والجراوند صح كله تمام. ماشي، همشي في الطرقات اهو، هنا في عندي طرقة. طبعا انا بعملها دلوقتي حضراتكم بقى ايه يعني، هيبقى داخله جنب يعني الاينمنت شويه جنب الحيطه، ما يبقاش في النص. دايما المواسير الغازات الطبيه بتبقى ماشيه ايه يعني، هي اقرب حاجه للحيطه. همشي هنا ده كده عشان ايه يطلع بعد كده صاعد فوق. يعني ممكن مثلا اروح انا مديله ايه اوفست، مثلا عندي 5 ادوار وكل دور قول 5 متر، 5 في 5 25000 صح. عندي جراوند فيرست سكند ثيرد فورث فيفث 6، مفيش فيفث فورس بس هي 5. ماشي، هروح هنا قايل له ايه؟ ان هنعمل اوف سيت 26000. واجيبه كده، طبعا مش هيبان لي هنا حاجه خالص. انما هلاقي بقى الميزه في ايه؟ لو انا مثلا اخدت كده سوري، في خلي بالك ساعات وانت كده بتعمل السليكشن بتلاقي اخد معاك الايه تحت، فعشان تلغيها تيجي هنا ده تقول له ايه دوت سيلكت اليمنت باي فيس، تقول له ايه لا، ودوت اوريدي سيلكت اندر بلاي اليمنت لا. شوف بعد كده بقى لما اجي اعمل السليكشن ده اخد ال فما اخدوش تحت. انا طيب هيطلع بقى في الدور الفيرست، لأنه طلع هنا اهو، واخد بالك؟ انا محتاج اني يعني احركه افضل في حته تانية ولا لا؟ يعني هنا الافضل طبعا ان هو يجي لي في الكورنر ده الافضل. نروح كده في السكند، برضو جالي ايه في نص غرفة. نروح للسيرت، جالي هنا برضو. برضو دخل جوه اوفيس في الفورس، دخل جوه اوفيس خلاص. ماشي، يبقى اذا الصاعد ده اخده امشيه من هنا، وطبعا الباب ممكن يتفتح من الناحيه الثانيه، يعني مش لازم يتفتح من ناحيه الجدار. يعني الباب ده معماريا امره هين، بدل ما هو فتحه من هنا يفتحه من هنا، بسيطه يعني ما فيهوش حاجه. نرجع نبص تاني برضه، ابص كده عندي في الروف ده، نبص في الروف، طالع في حته فاضيه في الروف. نبص في الدور السكند، طلع لي برضه اهو بعض الحيطه. نبص في الدور الفيرست، طلع لي هنا. فاذا المكان ده مناسب. نرجع تاني بقى للجراوند، اصبح عندي هنا في الحته ديت لابد ان هعمل ايه؟ شافت.
لابد هنعمل فيه شفط عشان يبتدي يطلع بقية الايه الغازات الاخرى. فده طبعا هيطلب برضو من المعماري والمدني، يعني دي قضية هتتعرض على المعماري والمدني ان هو يعمل شفط في المنطقة دي. اوكي، بعد كده بقى ادي عندي ادي الخط بتاع الاكسجين. نيجي بقى نبص كده، طيب انا فين عندي الديبارتمنتال اريا فالف سيرفيس يونت مثلا للمنطقه دي؟ الاقي ان احنا هنا ده عندي ده الايه المدخل اللي المفروض يغذيها، صح؟ اللي المفروض يغذيها. فبالتالي همشي بالخط ده، طبعا لازم في الحته دي هيجي هنا ويبقى في تي عشان اقدر اخد منها رو بايب 4200 مظبوط، ميديكال جاز مظبوط، جراوند مظبوط، كله مظبوط، تمام. هنيجي هنا طبعا ده الخط الرئيسي المفروض دوت هي اكبر حاجه مرتفعه اللي هي 4200، وممكن كمان نرفعه اكتر بس علشان انا بخلي بس مسافه 100 عشان ممكن المواسير تكبر، يعني مش لازم تبقى 22 عشان يبقى في عندي مسافه ما بينها وبين السقف يعني. وادي ايه مشينا وجينا لغايه هنا. طبعا ابتدي ابص على الاكسجين، فده عندي ده الاكسجين بالنسبه لده، ده اذر سيستم نيم مفيش، هاخد الاكسجين ده واربطه بيه. حوله بقى الاكسجين ولا لا؟ نبص كده، ده اكسجين في الاذرز، تمام. ده الخط الرئيسي على 4200، ده خط 4250، يعني انا جيت من تحت يعني ماشي تمشي يعني. ده بعد كده مش هتقاطع معايا، ده مش هتقاطع معايا. محتاج ان انا اكمل بقى بخطوط رئيسيه اللي هي الكوع دوت احوله لتي، لو ماشي بقى على 4250 ده برو بايب، وابتدي بقى اروح بقى لكل ديبارتمنتال اريا فالف سيرفيس يونت. يعني الاكسجين هو اول واحد فوق، فمفيش مشكله ان انا لو قلت له اللاين ده هيروح له ده، تمام. ده بقى كام؟ ده 4250، ده 4250، نقدر ان احنا نشبكهم ببعض كانك برضو بتعمل ايه كوع كده، ونكمل بقى نقعد نكمل ونوصل نوصل نوصل نوصل، اوكي. طبعا كل ما الاقي ان الفلوريت بيتغير اروح حاطط تكست يدل على النقطه دي. يعني مثلا انا عندي النقطه اللي انا ابتديت بيها، اللي هي موجوده في السايت، اللي موجوده في السايت هنا. فاجي اقول له ايه، في عندك حاجه اسمها انوتيت. انوتيت فيها بقى الدايمنشنز، فيها التكست، فيها الهاتشنج، فيها مش عارف ايه، فيها حاجات كتير. في الانوتيت اروح عندي هنا في تكست، اروح جاي هنا حاطط له تكست. طبعا ده هيبقى طالع ربع انش. هي ربع الانش في كام ملي؟ هو الانش في 24 وكام و6 من 10 ملي، قول 24 25 سوري 25 و4 من 10 25 و4 من 10 25 قول 24. فالربع يبقى كام؟ 6. فاذا هيطلع لك هنا ده في الطباعه يطلع لك ارتفاعه 6 ملي. طبعا 6 ملي كتير قوي. نيجي هنا ده تقريبا هيطلع 1.5 مللي تقريبا. لو جيت حطيته هنا هسمي ديت النقطة ايه؟
هل هي أحسن بالكابيتال؟ ارتفاع الطباعة، ارتفاع الطباعة. أوكي، طبعا خلي بالك أنت في الآخر أنت هتحول شغلك ده تحوله لكاد، فلو كان دوت أوبيك يعني هو بيغطي على اللي تحتيه، فبالتالي الماسورة دي مش هتبان. فبس عايز أتأكد منها ديت. هنروح هنا مفيش إيديت فاميلي فيها، مفيش إيديت فاميلي. نشوف هنا في الإيديت تايب وبيك ديت اخليها ترانسبيرنت ابلاي. اوكي طبعا انت ما شفتش مفيش فرق اهو، الاثنين زي بعض وبيك زي ترانسبيرنت. دي هتلاقيها هتقابلك لما تحول لكاد. لو هي كان اوبيك هتلاقي الماسوره انتهت لغايه هنا ومفيش حاجه فرق. طب وهي مكمله فين؟ فعشان تخلي لما يعمل لك اكسبورت للكاد يفضل الماسوره دي واصله كرسمه. يعني هنا في عندي دي نقطة إيه ماشية بالفلوريت بتاعها، هو واحد 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 لغاية هنا. خلي بالك ساعات لو أنت بتبقى ماسك حاجة لما تيجي تعمل زوم أوت بتلاقي الدنيا اتلخبطت، يعني في الزوم يعني المفروض إن أنت فنروح دايسين موديفاي عشان نخرج بره الأمر. بس نيجي هنا وندخل الدنيا اتلخبطت من ناحيه الفيو، يعني انت مش شايف ايه. وبعدين دخلت في الميديكال جيز برضه مفيش حاجه جدت، مفيش اي حاجه جدت. هروح داخل في الجراوند. تمام جراوند برضه هنا نشيل موديفاي دي علشان الدنيا تروح. انا جاي وطلعت من تحت الارض وده وصلت لهنا، مفيش برضه فلوريت اتغير صح؟ لغاية المانيفولد المفروض برضه الفلوريت ثابت زي ما هو. مشيت جيت هنا مفيش حاجة لغاية دلوقتي اتاخدت. ما أنا ممكن ألاقي نفسي أنا محتاج آخد حاجة من هنا، مفيش حاجة اتاخدت، بس يعني على اللي أنا عملته، الحاجات اللي أنا عملتها. مشيت جيت هنا وطلعت اتصاعد، فأكيد الفلوريت اللي هنا بقى أقل من اللي هنا، صح؟ فأجي أروح أعمل إيه؟ برضه تكست، يبقى النقطة ديت نقطة بي. ده لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي أتأكد برضو إنها إيه ترانسبيرنت. ترانسبيرنت تمام، يعني خلاص بقى أصبحت طيب. فهو طالما أصبحت طيب يعني أنا غيرت من أوبيك لترانسبيرنت في طيب، في أي حتة هحطها تاني هتاخد نفس الأتريبيوت بتاع الطيب لأن هو ترانسبيرنت. يبقى هنا دوت بي صح؟ ده اللي بقول عليه ان احنا نخرج برضو من ايه من السلكشن عشان نقدر ان انا امشي مظبوط. يبقى هنا الفلوريت فضل ثابت 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 ثابت. وبعدين جيت هنا فاديت للديبارتمنتال اريا فالف سيرفيس يونت دي صح. اروح جاي هنا حاطط ايه برضو تكست، يبقى دوت سي. اوكي ممكن امسكه من هنا سي، والسي ادى لدوت. وبعد كده ايه جه هنا وادى حاجه ثانيه، فهنا يبقى انما لا في الفرعات دي بقى انا ما بيهمنيش. يعني مثلا هنا دخلت دي في فرع، دي اول فرع ما يهمنيش، افضل ماشي 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 لغايه ابعد فرع ابعد فرع ابعد فرع. جيت لقيت ديت هي ابعد فرع صح. طبعا هو ماشي عمال يدي 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 يدي، بس دي ابعد فرع يبقى هي ديت الدي. اجي هنا اروح جاي حاطط هنا دي دوت عندي دي عشان ابقى عارف النقط ما بين ايه وايه في عندي قد ايه فلوريد. طبعا هنعمل الكلام دوت لكل بتاع الايه الاكسجين في الاول. نخلص الاكسجين بعد كده مثلا ندخل على النيتروز نفس الكلام. النيتروز طبعا ما فيهوش سهريج برنش خالص، ده هي كلها اسطوانات موجوده، هي هتبقى موجوده في ايه في غرفه الغازات كذلك. طيب بعد كده انا عايز احسب بقى ايه الفلوريت مش كده. فاحنا كنا عاملين سبيس سكيدول، يجي بقى الحاجات اللي احنا ضيعنا فيها اسبوعين ثلاثه دي تقريبا، يعني
استفدنا بيها ايه؟ لقينا احنا ركناها كده على جنب، صح؟ ثلاث اربع اسابيع ما عملناش بيها حاجه. لا، جاء بقى هنا دورها. لغايه دلوقتي كان في اكتر من سبيس سكيدول، مش احنا كنا قلنا هنا ده عدد ال ال وبعدين فين اسم السبيس؟ النيم بتاع السبيس، هو انتوا ما رجعتوش سميتوا السبيس؟ السبيس ما تسميتش، ما تسميتوش سبيسز، ها؟ يعني لو رحنا هنا مثلا في الجراوند، ما هو موجود اهي، ما في مسميات اهي. ايه الكلام بقى؟ نوت بليس، بص كل النوت بليس ديت ده هتلاقي كان سبيسز وما كانش ايه، يعني انت عملت لها ديليت، عملت لها ديليت من على الرسم، انما هي ما اتشالتش من السيستم. عشان تتشال من السيستم، يا اما تشيلها من السيستم براوزر، يا اما تشيلها من تيبل، من سكيدول عشان تتشال. فكل اللي انت عملته بس ان انت شلتها من الفيو، ما شفتهاش، بس هي موجوده في السيستم. فبالتالي دي من هنا مثلا، لو احنا جينا كده، كل اللي هو نوت بليس نوت بليس نوت بليس دوت، اجي هنا واقول له ايه؟ ديليت الروز. في نوت بليس تانية ولا هو نفسها؟ انا ابتديت اهو من 24. ديليت روز. اوكي. تمام. ازاي بقى نوت بليس ديت؟ هتلاقي برضو دي حاجات اتشالت، برضو اتشالت. الليفل موجود اون سايت، تمام. في جراوند، تمام. هايل، ماشيين، صح. فيرست، تمام. هايل. سكند، يا سلام، حاجه جميله جدا. سكند، ثيرد، هايل جدا. فورس، تمام تمام يبقى احنا كده ايه، شلنا السبيسز اللي انتم اوريدي عملت لها ديليت من الايميل فيو. بكرر تاني، لما انت بتعمل ديليت للسبيس من الفيو، انت ما شلتوش من السيستم، هو ما زال لسه موجود. نيجي، كان في حاجات قلنا ان هي ميديكال از ميديكال او ولا لا؟ مش موجوده هنا. از ميديكال، تمام. كل الحاجات المطفيه ديت هي مش از ميديكال. في عندك الاكسيدنت اند امرجنسي، عايز اعرف الاكسيدنت اند امرجنسي ديت فين. خلي بالك دي حاجات اللي بقولها لغايه دلوقتي، دي حاجات ريفت، يعني ريفت، يعني انت عايز تعرف الاكسيدنت امرجنسي ديت فين، فتقول له هايلايت ان موديل، تمام. فوداك للسايت، هتقول له لا مش عايز، اشوف اللي بعديه. وداك في الجراوند، قلت له ايه كده، عندك الجراوند، في عندك الاولد جراوند برضه، ايه شو، لغايه لما يجي لك هنا. انا فاكر ان هو موجود في الايه، في الجراوند اولد. اوكي، اولد فيرست شو، دخل لك اهو في الاولد ايه جراوند كلوز. يبقى انت كده ايه، بقيت فري انك تمشي هنا. نرجع بقى عندك ديت، فين اكسيدنت وامرجنسي، نرجع تاني. نعم، عملنا ده كده، رجعنا للسبيس سكيدول، فده الوحيد اللي مفتوح اهو. ده اكزيمينيشن روم،
examination room في الامرجنسي، في الديبارتمنت بتاع الامرجنسي. طيب ديت النيم اهو، examination room name highlighting model، فده موجود هنا. دي طبعا ده موجود على فكره بالنسبه للناس اللي شغاله في المشروع ايه. حدود الاولد بيلدينج هي الايه، الحدود دي اللي هتلاقي فيه خط منقط كده، مش عارف انتوا هتشوفوه ولا لا. لو الخط ده بص، مش في عندك هنا خط كده داش 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 اللي هو على يمينه ده اولد جراوند، على شماله ده جراوند، على شماله ده جراوند، يعني الارتفاع هنا 4.5 متر، الارتفاع هنا 3 متر. ايه؟ يعني بص كده 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 انت في الاولد، تعديله كده هتحصل، تعديله هتحصل، ما تخافوش. ما تخافوش. هنا المفروض في الاكزامينشن روم ديت، بعد نشوف الموديفاي. انا في عندي هنا سريرين، وعلى كل سرير في تيرمينال يونت، صح؟ بالنسبه لكميه الغازات مرتبطه باعداد السرير مش باعداد التيرمينال يونتس اللي موجوده على السرير. يعني مثلا احنا عندنا في الانتنسيف كير السرير عليه 4 اكسجين. لما عد عدد المخارج بتاعت الاكسجين على السرير ده بالنسبه للفلوريد هو كانه مخرج واحد بس. مش هستخدم الا واحد، هو موجود 4. ليه موجود 4؟ ما هو واحد في حاله حرجه ما فيهوش، طب استنى، طب انا هعمل ايه، طب هنادي الدكتور، طب الممرضه، طب هجيب حد يصلح البتاع. هو عمل لك بقى ايه؟ 4، 2 على اريا بالب سيرفيس يونت، واثنين على اريا بالب سيرفيس يونت تاني. يعني ايه؟ يعني انا جيت دلوقتي بحاول ان انا احط مخرج الاكسجين في الترمال يونت بتاعه، ما طلعليش، كان في تسريب، فبجرب اللي تحتيه برضو ما اشتغلش، لا في عندي مشكله، فاروح قافل الاريا فالف سيرفيس يونت ديت علشان لما يجي يعملوا الصيانه يقفلوها يعني. طيب فاروح رايح للايه، للسايكل الثانيه وحاطط فيها، برضو في واحد ما اشتغلش، يبقى في واحد رابع كمان تحت. يعني مفيش، ما نقدرش نتاخر، واحد جاي بين الحياه والموت، ما فيهوش دقيقتين، لازم. عشان كده عملوها 4 مخارج، ومخرجين على سايكل ومخرجين على سايكل تاني. فبالتالي هنا انا في الاكزامينشن روم ديت المفروض هنا عندي عدد 2 مخرج. هل فعلا ده اللي موجود؟ قالوا كده، نبص في عندي 2 اكسجين، هايل جميل. نروح بقى هنا عندك ايه؟ اكسا ال ريسوسيتيشن اللي هي بتاعت الانعاش. ريسوسيتيشن شايفين ان احنا في عندنا 2 اكسجين، نمبر اوف ريسوسيتيشن، مش 4، مش 4 في ريسوسيتيشن. طيب المهم ده 2، يعني ادي النيم بتاع السبيس، هقول له هايلايت الموديل كلوز اللي هي موجوده هنا، ده اللي هو هنا. المفروض في الريسوسيتيشن دوت في عندي 2 سايكل، في عندي 2 سايكل، وفي عندي من البندنت يونت نازله من السقف في عندي برضو 2 مربوطين على سايكل، واثنين مربوطين على سايكل تاني. طب عايزين نتاكد منها في حته الانعاش دي، هنفتح الايه، الورد. ده في الرسمة بس، هنشوف هنشوف عندك الايه. هذه الطرفين الوحدات الطرفية، نشوف الجدول. كان أول حاجة اللي هي الإمرجنسي، الطوارئ والحوادث، انعاش. تمام تمام تمام. بس هنا في عندي مجموعتين، في كل مجموعة فيها واحدة أكسجين، يعني في سايكل عليها أكسجين وسايكل تاني، يعني في عندي 2 area valve service unit
على الجدار الخارجي لغرفة الإنعاش. كل واحدة منهم بالنسبة للأكسجين بتغذي تيرمينال يونت. تمام؟ طيب لما أجي بقى هنا عندي في الإيه في السكيدول ده، هعمل سكيدول تاني سبيس سكيدول، هقول له ده دوبليكيت، دوبليكيت فيو. طبعا ده ما فيهوش ويز ديتيل ولا مش ويز ديتيل، وده هنا الاسم بقى لما نسميه رينيم اسم يعني يبقى كويس، مثلا ده نقول عليه ايه، طيب تيرمينال يونتس كاونتينج، هسميه تيرمينال يونت كاونتينج لان انا هحتاج اني اغير فيه. احنا هنا جينا في الريسسيتيشن، فين اكسيدنت ريسسيتيشن ده بالنسبه لي انا عندي فيه سرير واحد، هو سرير واحد بس، سرير واحد بس، كل الحاجات الزاويه ديت هتبقى فردي، انا ما عنديش الا السرير الواحد في غرفه الانعاش، فده هيبقى واحد. يعني سيبه اللي هو السبيس سكيدول اللي فوق زي ما هو، فده واحد، ده واحد، ده واحد، ده واحد، ده واحد. اوكي، وهنعمل نفس الكلام في نفس الايه الغرف الثانيه، ويوم الخميس نكمل، ويوم الخميس نكمل. يعني احنا ايه هنعمل زي ما قلنا كده، عندك بالنسبه للي هو التيرمال يونت كاونتنج ديت هنعمل لها دبليكيشن، او بالنسبه لمشروع ايه خلاص اتعمل الدبليكيشن. اوكي خلاص اتعمل. عدد التيرمال يونت اللي هتلاقيه هنا مش هي العدد الحقيقي، مش هي العدد الحقيقي، العدد هيبقى بعدد السراير اللي موجوده في الغرفه، بعدد السراير اللي موجوده في الغرفه. اوكي، ونتقابل يوم الخميس ان شاء الله. هو مخرج هتعده انه مخرج واحد، نعمل بقى سينكرونايز او الايه.